including non-contractual disputes or claims. تختص محاكم إنجلترا وويلز حصرياً بالنظر في أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو موضوعها أو تكوينها أو فيما يتعلق بها، ويشمل ذلك النزاعات أو المطالبات التعاقدية. الجملة الأخيرة: In the event of conflict between these terms and conditions and any other terms and conditions, these terms and conditions shall prevail. يعمل بهذه الشروط والأحكام عند وجود أي تعارض بينها وبين أي شروط وأحكام أخرى. منتظرة ترجمتكم، ولو حابين تعدلوا أو تضيفوا أي شيء على ترجمتي أهلا.